دلوقتي خلونا نروح لكريم بيبرز واللي هيحكي لنا اكتر عن الفعاليات اللي بتحصل هناك وابرز يعني الاجواء خليني اقول اللي موجوده هناك. كريم مساء الفل عليك. مساء الفل يا فسنت ومساء الفل على جميع السادة المشاهدين. فعلا يعني الاجواء هنا الحقيقه في مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه ما زالت الحقيقه كل يوم بتختلف عن الثاني، كل يوم في تصاعد، الفعاليات ما زالت بتكتر اكتر واكتر، وده اللي بياكد دايما استمرار يعني الاقبال الحقيقه من المواطنين. يمكن الصوره من ورايا تكون مبينه اكتر انه الحقيقه انه يوميا عدد اقبال الناس على الممشى السياحي وعلى المنطقه الترفيهيه بيزيد يوم عن يوم. الفعاليات المختلفه سواء كانت بقى فعاليات رياضيه، فعاليات ثقافيه، فعاليات ترفيهيه، يمكن من أهم الفعاليات الترفيهية اللي موجودة الحقيقة هنا في الممشى السياحي وفي المنطقة الترفيهية هي فعاليات السيرك القومي. السيرك القومي الحقيقة يعني تقريبا يوم أو يوم بعد يوم أو كل يوم بيبقى موجود هنا، موجود في المنطقة الترفيهية، بيعمل عروض الحقيقة للكبار وللأطفال وللعائلات وللاصدقاء. بنلاقي فقره الساحر موجوده، بنلاقي فقره الحقيقه المهمه جدا فقره الفرق، يعني فرق الفنون الشعبيه، وتحديدا يمكن هم هنا عشان منطقه ساحليه بنهتم اكتر بالفرقه الخاصه ببورسعيد او فرقه الاسماعيليه، فرقه السمسميه، والعروض الجميله جدا اللي بتبقى موجوده في المنطقه الترفيهيه. الحقيقه اقبال وفي تفاعل جميل جدا بين المواطنين اللي موجودين هنا المقبلين على مدينه العالمين الجديده والفرق، وبتكون في صور تذكاريه، ودي من اهم الحاجات لما كنت بتكلم الحقيقه مع جزء من الفرق بقول لهم ايه المميز والمختلف؟ بيقولوا دايما المميز والمختلف ان احنا بنحاول هدفنا الوحيد ان احنا نبسط المواطن اللي موجود، نبسط اللي جاي يتفرج علينا، لكن في نفس الوقت بنبسطه واحنا بنحافظ على الهويه بتاعتنا، بنحافظ على شكل الشرقي والفنون الشرقيه الشعبيه المصريه تفضل موجوده ومحفوره في اذهاننا من زمان وكمان دلوقتي الحقيقه تتحفر في ذهن الاطفال، وده جزء مهم جدا من مميزات الحقيقه مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه. لكن الموضوع ما يقتصرش فقط على الفنون الشعبيه اللي بتقام في المنطقه الترفيهيه، كمان الحقيقه من مميزات المنطقه الترفيهيه هي الملاعب اللي موجوده اللي بتطل على الشط، من اهمها الحقيقه ملعب كره القدم، وده اللي بيشهد خلال الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه كمان الحقيقه فعاليات من اهمها ذوي الهمم اللي هيكونوا موجودين ذو الساق الواحده اللي هيلعبوا بطوله خاصه بيهم في الملعب بتاعهم وهتكون بيطل على الشاطئ. لكن كمان الحقيقه ذوي الهمم كان ليهم دور مهم جدا وكانوا موجودين معانا بيلعبوا باسكت بول وكره السله في الهاف كورت او نص ملعب كره السله اللي كمان بيبص على الشاطئ، وكان من اهم الحاجات من ذوي الهمم اللي قاعدين على الكراسي المتحركه اللي بيتحركوا ان هم لاول مره الحقيقه يلعبوا في ملعب لكرة السلة مفتوح بيبص على الشط، متعودين دايما ان هم يلعبوا في الاماكن المغلقة، عشان كده الحقيقة وجهوا الشكر للشركة المتحدة ولإدارة المهرجان ان هي افتكرتهم واديتهم حاجة مميزة ومختلفة. كمان الحقيقة ما زال مستمر الحفلات المختلفة اللي بتكون موجودة في نهاية كل أسبوع، أكيد كلنا في انتظار الحفل المهم جدا للفنان عمرو دياب في نهاية الأسبوع، وده عليه إقبال كبير جدا من معظم الفئات الحقيقة العمرية، من شباب صغيرين من الجيل الكبير، كل الحقيقة بيحب يسمع عمرو دياب. لكن الحفلات لا تقتصر فقط على اليو أرينا، كمان عندنا المسرح الروماني في حاجة مميزة جدا الحقيقة، إحنا تقريبا يوميا أو كل يوم والتاني في رحلات للطلاب بتيجي من الجامعات ومن المحافظات، طلاب من جامعات اسكندريه، جامعه المنوفيه، جامعه من اسوان، من الاقصر، من عدد كبير جدا من المحافظات الحقيقه بيكونوا موجودين بيمارسوا فعاليات مهمه جدا داخل المهرجان، منها رسومات تشكيليه، منها فنون تشكيليه بيرسموا على الشط، وحاجه مميزه دايما ورمزيه متعلقه بالعالمين الجديده، وكمان متعلقه الحقيقه بحاجه مهمه جدا ارتباط الشعب المصري بالشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه، وانه 60% من ارباح المهرجان هيروحوا لقطاع غزه ان شاء الله بعد انتهاء الحرب عليهم. لكن المهم جدا الحقيقة انه الناس فاهمة ده وحاسة بده حتى في اشكالهم الرسومات وغيره، بيحاولوا يدمجوا فكرة القضية الفلسطينية داخل المهرجان. من الحاجات الحلوة قوي الحقيقة اللي شفناها كمان وبيتم عملها دلوقتي فكرة عودة تاني الرياضات المختلفة اللي احنا مش متعودين عليها وكنا نسيناها، فكرة السكيتنج مثلا ان هم يتحركوا بالعجل الصغير والباتيناج، يتحركوا في الممشى السياحي والمنطقة الترفيهية للأطفال. لكن كمان نقطة مميزة قوي الحقيقة حضرناها
تاني رجعنا لفكرة العجل وتأجير العجل المتاح دلوقتي في منطقة ترفيهية. انت تيجي تركب عجلة وتلف وتتحرك انتوا الشباب مع بعض، العيلة مع بعض، الأطفال الصغيرين ياخدوا العجلة يلفوا بيهم. الحقيقة انه دي من الحاجات اللي جميلة جدا، من الحاجات المميزة قوي الحقيقة اللي شفناها كمان النهاردة. يمكن أب كان واقف مع أولاده وهو بيركبوا العجلة وبيعلمهم يركبوا العجلة ازاي، فكانت حاجة مميزة جدا جدا انه الناس قادرة تيجي تمارس كل نشاطاتها اللي بتحبها، سواء نشاطات رياضية، سواء نشاطات اجتماعية، سواء كان نشاطات ترفيهية، لكن من أهمها كمان الحقيقة النشاطات الثقافية. يعني مثلا تم إنشاء مسرح يو موجود في المنطقة الترفيهية وبيتم عرض فيه المسرحيات. حضرنا مسرح يعني الأسبوع اللي فات أو آخر الويك إند اللي فات، حضرنا مثلا مسرحية الشهرة للمخرج الكبير خالد جلال، والأسبوع الجاي إن شاء الله كمان هيكون في مسرحية السندباد للفنان الكبير كريم عبد العزيز. وكمان إدارة المهرجان النهاردة أعلنت أنه ده مش بس هيكون مقتصر عليه المهرجان، لكن إحنا منتظرين نهاية المهرجان هيكون في حفل كبير عالمي وضخم هيتحدد من الشركة المتحدة وإدارة المهرجان، هيكونوا موجودين آخر المهرجان. أكيد إحنا عارفين أنه من آخر أيام المهرجان هيكون ويجز موجود، الفنان ويجز في 30/8 في المهرجان، لكن واضح أن الشركة المتحدة بتحضر لحفل كبير جدا جدا هيكون في نهاية المهرجان، أعلنت عنه من شوية لسه ما حددتش تفاصيله، ولكن هيكون موجود في اليو أرينا الحقيقة، ودي المنطقة اللي بيقام فيها الحفلات الغنائية الكبيرة. هل اليو أرينا مقتصرة بس على الحفلات الغنائية؟ لا، هنشهد كمان في نص أغسطس أو الأسبوع الجاي الحقيقة مهرجان الأطعمة هيكون موجود في يعني مشاركات جوه اليو أرينا. فأنت عارفين يعني إحنا دايما كمصريين من أهم الحاجات اللي حب نعملها في الخروجات هي الأكل، فيعني هيكون موجود مهرجان الأطعمة في اليو أرينا. والممشى السياحي المنطقة الترفيهية يمكن زادت رواجها كمان عشان المطاعم والكافيهات اللي موجودة الحقيقة، كل الناس تقدر تيجي وتقعد تطلب الأكل اللي هي عايزاه وتشرب زي ما هي عايزة، فنوع الفسحة في حد ذاتها مختلفة، سواء كان الشاطئ، سواء كان الحاجات الترفيهية الرياضية، سواء كان الحاجات الاجتماعية الجميلة، الأسرة كلها بتتحرك. يعني أنا دلوقتي وأنا بكلمكم حتى الأسر حواليا بتتحرك أهي وبتروح. وكمان الحاجات المميزة قوي قوي الحقيقة إن الشركة المتحدة وفرت كمان هي شاشة يعني عملاقة هنا للي حابب يجي يتابع مثلا ماتشات الأولمبيات، سواء كرة قدم، كرة طايرة، سواء يعني كرة اليد، المنتخب المصري كرة اليد كمان على وشك إن هو يلعب قريب. يعني كل الحاجات دي الحقيقة موجودة في المنطقة الترفيهية، كل اللي حابب يجي المدينة العالمين الجديدة. ولازم أؤكد وأنوه عن نقطة مهمة جدا، كنت بتكلم الحقيقة مع الناس ومع أصدقائي من نقطة مهمة، إن هم كانوا فاكرين إنه العالمين مقتصرة على اللي هيجي يشتري في برج من الأبراج مثلا هنا هو الوحيد هيقدر يخش الممشى، أو هيجي مثلا قاعد في الفندق اللي موجود، وده فندق كبير جدا وجميل جدا من جزء من الأبراج. لكن الحقيقة اللي بيجي بيكتشف حاجة تانية، إنه أي حد يقدر يجي سواء بعربيته أو بالمواصلات ويقدر يجي يتمشى، يخش الممشى السياحي، يخش المنطقة الترفيهية، يقدر يلعب كورة، يقدر يلعب سلة، يقدر يلعب بادل، يقدر يلعب أيا كان اللعب الترفيهي اللي حابب يجي. أي حد يقدر يجي مدينة العالمين الجديدة اللي تحولت بشكل كبير جدا تستقبل كل الفئات. وكمان حاجة مهمة جدا واكيد احنا اتكلمنا عنها كتير، فكرة الشاطئ. لكن هل الشاطئ المجاني موجود بس للناس كلها؟ موجود للناس كلها، لكن كمان تم تجهيز شاطئ تاني لذوي الهمم، هييجوا يقدروا يتحركوا بالويل تشير بتاعهم او بالكراسي المتحركة بتاعتهم يوصلوا لحد الشط، فبقى عندنا تنوع، كل الناس تقدر تيجي مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية، سواء حفلات، سواء نشاطات ثقافية، سواء نشاطات ترفيهية، كل ده نقدر. ولما اتكلمنا كمان الحقيقة مع الناس قلت لهم انتوا ايه رأيكم؟ في ناس جم من مصر، بره مصر عفوا، يعني من جوه مصر محلي، وكمان في ناس من بره مصر، يا ترى رأيكم ايه في العالمين الجديدة بشكل عام بقى بعيدا كمان عن المهرجان؟ كلهم اشادوا الحقيقة بانه ازاي تحولت من منطقة يعني صحراء، ويمكن اللي دارس شوية وعارف ان هي كانت منطقة الغام وتحولت بهذا الشكل الكبير جدا، سواء انشائيا، ترفيهيا، ثقافيا، ايا كان الشكل، فهي تحولت تماما. كانوا مبسوطين جدا الحقيقة ان هم جم وشافوا الاختلاف عن كل سنة بيفرق، لانه الهدف في النهاية ان احنا نتحول هنا مدينة العالمين الجديدة مش منطقة ساحلية أو بس صيفية، لكن الهدف كمان إن احنا تبقى مدينة مستدامة. يعني عشان كده في جامعة العالمين، عشان كده في كمان يعني إنشاءات صحية هتكون موجودة، فهو ده الهدف، الناس تقدر تيجي تقعد في الصيف وغير الصيف كمان، وجزء منها الفعاليات الرياضية اللي هتكون مستمرة طوال الصيف. طب جزء مهم كمان هي فكرة الحفاظ على الهوية والتراث، عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا لسه بنحافظ على المشغولات اليدوية المصرية الأصيلة تكون موجودة، ان احنا نروج لها عن طريق المهرجان، هنروج لها عن طريق عرض معرض هيكون وزيرة التضامن اعلنت عنه الحقيقه امبارح، وقالت انه هيكون موجود الاربع تجهيزات، والخميس هيكون موجود المعرض ده لكل المشغولات اليدويه، معرض ديارنا، عشان يحافظ على الهويه والتراث المصري، يكون فرصه كمان ان احنا نروج للمنتجات المصريه، وناكد كمان مره ثانيه
على الصناعة المصرية سواء جوه مصر أو بره مصر. إذن هو المهرجان شامل بكل حاجة تقريبا، في حاجات تراثية، حاجات صناعية، حاجات ترفيهية، حاجات ثقافية. وأنا بتكلم معاكم دلوقتي كمان يمكن الشباب حواليا الصغيرين ماشيين بالعجل، والبنات الصغيرين ماشيين بالعجل، وجزء من المشغولات اليدوية حواليا. الصورة بشكل عام مبهجة في مهرجان العالمين الجديد، عشان كده لازم الناس كلها تيجي وتشوف بنفسها. ودي الصورة الحقيقة من هنا، وبرجع لك مرة تانية في الاستوديو. يعني كريم أنت شرحت لنا الصورة مفصلة، بنشكرك يا كريم جدا على الشرح ده. وانا مبسوطه قوي فكره العيله اللي بتقضي وقت، والاب اللي بيعلم ولاده ركوب العجل، والفاميلي تايم اللذيذ قوي اللي بيحصل ده. بنشكرك مره تانية كريم.